زول يعني لو اصلا الحمايه للنفس يعني زول ممكن لو من اجل المرض ممكن يخاف يعني يقول يمكن صح، لكن من اجل المعيشه صعبه. الوقت بقى قصير والناس ذاتها هربت من الحل يعني ما في زول في السوق، الشغل بقى متأثر معانا وما بنلقى الحاجة اليومية اللي كنا نلقاها أول، تأثرنا في شغلنا في المعيشة ذاتها وأكثر من يعني لو قفلت أكثر من كده حنتعب. بالنسبة لاستعدادات الولاية لمكافحة جائحة كورونا في استعدادات كويسة. أول حاجة نحن كلنا عارفين إنه والوزارة ذات شغالة بمبدأ إنه الوقاية خير من العلاج. بالنسبة للإجراءات الوقائية أول حاجة كل القوانين صدرت من وزارة الصحة الاتحادية قاعدة يتم تنفيذها وتطبيقها، وقاعد يكون في أيام للمتابعة يعني موضوع الحظر وموضوع منع التجمعات الحاجة دي، مفروض برضو يكون في تعاون من المواطنين للحاجة دي. المقبول من البداية سواء هي النظافة، تغسل يدك، تنظف جسمك ولا الطعام ذاته بتغليه أكتر، حتى سواء كان مشروب ولا معقول تطهيه كويس. ده الحاجات اللي بتحافظ عليها تنظف البيت والجنبها وتحافظ على البيئة الصحية. عشان الناس تبقى في البيوت، ولكن المرض بينتشر اصلا لو اشتغلت 3 ساعات 4 ساعات مع ناس مجموعه بسيطه واحد يكون مصاب بيصابه، الا الناس دي تقعد كل البيوت. بالنسبه طيب للتحضيرات، اذا نحن اشتبهنا في حاله بتاعت كورونا في اتيام في تيم بتاع استجابه سريعه مجهز اصلا من الوزاره يودي العيان لمراكز العزل الموجوده، وهي طبعا يعني ما مركز واحد، في كميه من المراكز بتاعت العزل. بعد ذاك بتشال عينه، شال الفحص، للاسف الفحص ما متوفر عندنا هنا الا تترسل العينه في الخرطوم. الحكومه تعمل اكثر من كده، المفروض توفر مراكز صحيه يكون في اطباء بكثافه عاليه، يكون في ممرضين، ويكون حتى الكمامات اللي بيقول عليه بتوفرها الحكومة. ما في أي أنا ما شايف إلا حاجة عملتها الحكومة. قبل الفيروس ده كنا نعاني من الأسعار، وهسي زادت زيادة مبالغ فيها يعني بقى أضعاف مضاعفة. يعني هسي الزيت كان رطل ب80، هسي بقى ب120. ها زول لو داري يطبخ يعني تشتري لك رطل زيت ب120 وباقي المواد تشتريها بشنو؟ اي حاجه بقى مرتفع زايد دبل مرتين يعني. هم عشان عملوا حساب ووقفوا عملوا حصري وكذا، فعلا يعني ما عملوا غايه، لكن الغايه ما من صالحنا نحن، ما عملوا حاجه. انا المفروض يخلوا امره لله بس يوكلوا، يقولوا كل شيء من الله. هي لو قدر اصلا تحذر الناس تعمل لهم حاجه يعني حاجه يقدروا الناس يعيشوا عليها، لكن كده ساكت كده متواضع، ما تقدر الحكومه تعمل حاجه الا تعمل دعم للناس او توجه انه في حاجه يعني مثلا. لكن انا لما يجي يوقفوني كده بدون مقابل حاجه، انا اقعد في البيت اعمل شنو؟ عندي اولاد والله ما مستعدين نصيحه كده تاثر معنا شديد. انا شخصيا عندي عيال ابوهم ميت، وعندي عيال ابوهم ما خلاه ما يعني ما بينفف علينا ولا يصرف علينا. اليوم واحد تنقلت من الشغل تاثر علي. انا ضغطت واحده ما مستعده، ما بقدر اقعد، لانه انا لو قعدت الا يكون عندي دعم، عندي حاجه بتسندني للكم اسبوع ده، اسبوعين ما بقدر اقعد، مش اسبوع 3 اسبوع، لان انا بشتغل الليل عشان اكل اولادي بكره، انا ما بقدر اقعد. اسر التقبل اللي ما يعالج المشكله، بس دول يوكل بالله بس. يخلي اي حاجه لله بس. قاتل ذات الواحد كان عيا هسه يمشي وين؟ مواصلات صعبه. فتاثيره كثير جدا.